طيب بسرعة بسرعة رح نختصر اللي كنا عم نحكيه بالفيديوهات السابقة عن الـ H1 blocker. الـ H1 blocker أول شيء إذا بدي أعمل الـ H1 blocker شو بعمل؟ بتطلع على الـ H نفسه. الـ H نفسه شو لقيت؟ صح لقيت إنه هو عبارة عن إميدازول رينج، هو عبارة عن إميدازول رينج، تمام؟ ماسكة بشو؟ بداي ماسكة بإيثايلاماين، تمام؟ يبقى هو عبارة عن إميدازول إيثايلاماين، إميدازول إيثايلاماين، تمام؟ طيب لما إجيت بقى أنا شو؟ لما إجيت أعمل يس لما اجيت اعمل انا بقى الاتش 1 بلوكر شو خليته؟ خليته عباره عن 3 بارتس، تمام؟ اول بارت شو كان؟ اول بارت كان اللي هو التيرشري امين. هل ممكن اعمله سي اتش 3 وسي اتش 3؟ تمام. هل ممكن هي التيرشري امين اعملها سكندري؟ لا لا، سكندري لس اكتف. طب برايمري؟ لا لا، برايمري كمان لس اكتف. طيب هل ممكن احطها كواترنري؟ لا، الكواترنري بصير مور انتي ماسكرينك لس انتي هيستامينك، فبالتالي خليها شو؟ خليها تيرشري احسن شيء. طب هذا التيرشري شو ممكن يكون؟ صح، ممكن تكون اما تنتين ميثايل او انا ادخلها برينج او ادخلها بسايكل، تمام. هي اول بارت من الاتش 1 بلوكر. ندخل على البارت 2، كان عباره عن شو؟ كان عباره عن اليفاتيك تشين، كان عباره عن اليفاتيك تشين. احنا قلنا هي اليفاتيك تشين ممكن تكون اما 2 كربون او 3 كربون. مين الاحسن؟ 3 كربون طبعا احسن، 3 كربون احسن. اوكي طيب بعدين شو قلنا؟ قلنا عن هذا البرانشد تشين، سوري، عن هي الاليفاتيك تشين، انه انا اذا رحت عملت لها برانشينج، لا هذا الشيء بيقلل الانتيهيستامينك اكتيفيتي ما عدا الفينوثيازين. طيب وبالنسبه للكارل، اذا طلعت على الالفاتيك تشين لقيت فيها كارل، هل هذا الشيء بيهمني؟ لا لا، ما كان بيهمني ابدا. اطلع على البارت 3 اللي هو كان عباره عن شو؟ كان عباره عن برانشد سنتر، يعني شو؟ اتوم عاديه وفي معها تنتين ارايل. في معها شو؟ تنتين ارايل. نحن قلنا هدول تنتين الارايل شو ممكن يكونوا؟ صح، هدول تنتين ارايل ممكن يكونوا اما فينايل او بايريد او بايريدايل، اما فينايل او بايريدايل. طبعا مين اللي مور اكتف؟ البايريدايل هي بتكون مور اكتف. بالنسبه للبايريدايل شو لازم تكون؟ صح، البايريدايل لازم 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 تكون 2 بايريدايل، 3 او 4 بايريدايل، مش نون اكتف او ان اكتف، تمام. طب بالنسبه لهي الاتوم شو ممكن تكون؟ صح، ممكن تكون كربون، ممكن تكون نيتروجين، او ممكن تكون كربون ماسكه بي اكسجين، تمام. طيب بالنسبه اذا كانت فينايل مثلا، اذا كانت وحده من هدول الارايل كانت فينايل، ورحت انا حطيت عليها بار سبستيوشن، هل هذا منيح ولا مو منيح؟ كثير كثير منيح، لانه بيقلل ببلوك الميتابوليزم، بيزود الديوريشن وبيزود الاكتيفيتي، تمام. طيب هذا البار سبستيوشن شو ممكن يكون؟ ممكن تكون ميثوكسي، ممكن تكون برومين او كلورين. مين الاحسن؟ طبعا البرومين احسن من الكلورين. طب اذا انا رحت مو حطيت بار سبستيوشن، لا رحت حطيت اورثو سبستيوشن، لا هي الاورثو سبستيوشن شو بتعمل لي؟ بتخلي لي يا انتي ماسكرينك اكثر من انه هو انتي هيستامينك. طبعا هذا الشيء انا ما بدي اياه. طيب تعال نحكي عن الكاريلتي. اذا كان في عندي هون كاريل بياثر ولا ما بياثر؟ طبعا 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 بياثر. الاس مور اكتف ذان الار اكسبت بالكليمستين، الكليمستين بيكون الار مور اكتف ذان الاس. يبقى هيك ال H1 بلوكر كم بارت؟ 3 بارتس، التيرشري امين، الاليفاتيك تشين، والبرانشد سنتر.